السلام عليكم طلابي الصف الثالث الإعدادي، كيفكم؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير. اليوم رح ناخد قانون منتصف قطعة مستقيمة. طبعا هذا موجود بالكتاب، قانون نقطة المنتصف أو منتصف قطعة مستقيمة. إذا كان عندي قطعة مستقيمة AB المنتصف وليكن M كما مرسوم بالشكل. إذا كانت النقطة A إحداثياتها X1 فاصل Y1 والنقطة B إحداثياتها X2 فاصل Y2 والM هي منتصف AB، يعني المسافة بين A و M، هاي المسافة بتساوي المسافة بين M و B. بدنا إحداثيات هاي النقطة، خلينا نسميها إكس فاصل واي. فإحداثيات المنتصف هاي إكس، إكس تساوي إكسات الأ زائد إكسات البي على 2، يعني X1 زائد X2 على 2، X1 زائد X2 على 2. والواي، الواي شو بتساوي؟ الوايات المنتصف Y1 زائد Y2 على 2، Y1 زائد Y2 على 2. طيب إذا منتصف قطعة مستقيمة M منتصف AB، طبعا الـ A X1 Y1 والـ B X2 Y2، الـ M بالمنتصف. هون حاطينها بشكل مختصر، هاي الإكسات هي جمع الإكسات على 2، X1 زائد X2 على 2، والواي بجمع الوايات على 2، واي 1 زائد واي 2 على 2. في عندي المثال الأول، هاد هون طبعا عندي مثال 4، جد إحداثيات نقطة المنتصف، أو ممكن يجيني جد إحداثيات منتصف القطعة المستقيمة، تجي صيغة أخرى للسؤال. القطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين A و B، طبعا هدول عندي النقطتين A و ب، الـ A هي 3.8 والـ B 3.6. بدنا نوجد إحداثيات المنتصف. إذا فرضنا المنتصف هي M، إحداثياتها X فاصل Y. نحن بدنا هلأ الـ X شو بتساوي والـ Y شو بتساوي. هلأ هون فينا نقول بشكل مختصر إنه الـ M بين قوسين إكساتا، يعني محل الـ X هي X1 زائد X2 على 2، يعني 3 زائد 3 على 2، 3 زائد 3 على 2. والوايات ناقص 8 وزائد 6 على 2، هاي 3 زائد 3 على 2 وناقص 8 زائد 6 على 2. طبعا 3 و3 6، 6 على 2 بيطلع الجواب 3. هون ناقص 8 وزائد 6 ناقص 2 على 2، ناقص 2 على 2 ناقص 1. او ممكن نقول بفرض M إحداثياتها X فاصل Y، فالـ X شو بتساوي؟ X1 زائد X2 على 2 وتساوي مثل ما قلنا 3 زائد 3 على 2 تساوي 6 على 2 تساوي 3، والـ Y تساوي Y1 زائد Y2 على 2 تساوي ناقص 8 وزائد 6 على 2 تساوي ناقص 2 على 2 تساوي ناقص 1، وبالتالي الـ M إحداثياتها 3 فاصل ناقص 1. طيب هذا إذا كان عاطيني الطرفي القطعة المستقيمة الـ A والـ B، زعطاني إياهم وبدو إحداثيات المنتصف M. طيب هلأ بيجي السؤال بصيغة أخرى، إذا كان عاطيني واحد من الطرفين والمنتصف بدي يحسب الطرف الآخر، يعني إذا كان عاطيني النقطة A والنقطة M المنتصف وأحد الأطراف وبدو البي، فهون كمان في طريقتين، إما بحط العلاقة نفسها بحيث أنه نفرض إم هي المنتصف X1 زائد X2 على 2 Y1 زائد Y2 على 2 ومنعوض إحداثيات الإم اللي هي القيمة المعطاة كما بالمثال الخامس. إذا كانت M منتصف AB وكانت A معلومة أوجد إحداثيات B، إذا الـ A هي معلومة
والام هي المنتصف كمان معلومه، ضل بدنا البي. فبنمشي على القانون، ام بين قوسين اكس واحد زائد اكس اثنين على اثنين، والواي واحد زائد واي اثنين على اثنين. طبعا بنعوض مكان الام، واحد وناقص ثلاثة يساوي. هلا الاكس واحد هاي الاكس واحد والواي واحد، وين الاكس اثنين واي اثنين؟ هن للبي، البي هي اكس اثنين واي اثنين. اذا بصير عندي ناقص واحد، هي محل اكس واحد، ناقص واحد زائد اكس اثنين مجهولي على اثنين، فاصل واي واحد زائد واي اثنين. الواي واحد هي قديش؟ ناقص اثنين. هاي اكس واحد واي واحد ناقص اثنين زائد واي اثنين على اثنين. طيب هلا بنساوي مطابقة، هدول اللي هون بيساوي هاي، لأن هاي موجودة مكان الإكسات. الواحد الواحد بتساوي ناقص واحد زائد إكس اتنين على اتنين. طبعا هاي مقامها واحد، جدار الطرفين بيساوي جدار الوسطين. بصير عندي ناقص واحد زائد إكس اتنين مضروب في واحد يساوي اتنين في واحد اتنين، ومنه إكس اتنين بننقل ناقص واحد لهذا الطرف بتصير زائد واحد وفي اتنين، صارت الإكس اتنين هي تلاتة. هاد بالنسبة للإكسات. بالنسبة للوايات هاد كله بيساوي ناقص ثلاثة، ناقص ثلاثة بتساوي ناقص اثنين زائد واي اثنين على اثنين. هذا يؤدي كمان هي مقامة واحد، جدار الطرفين بيساوي جدار الوسطين. ناقص اثنين زائد واي اثنين مضروب في واحد بضل نفسه، يساوي الطرف الثاني اثنين في ناقص ثلاثة ناقص ستة. ننقل هي لهون بتصير عندي واي اثنين تساوي ناقص ستة وزائد اثنين. واي اثنين تساوي ناقص ستة وزائد اثنين، عددين ناخد إشارة العدد الأكبر وبنطرح، نحط الناقص ستة ناقص أربعة، ستة ناقص اثنين بأربعة. إذا إحداثيات البي هي ثلاثة فاصلة ناقص أربعة. طيب رح نحل هذا بطريقة تانية، رح نحط قاعدة هون. يعني إذا كان وحدة من الأطراف معلومة، مثلا عندي الأ إكس واحد واي واحد معلومة، البي اكس اثنين واي اثنين هي مجهول، والام هي اكس فاصلة واي هي معلوم وهي معلوم وهي مجهول. هلا هذا القانون بدكم تحفظوه، شو هو؟ اكس اثنين تساوي اثنين اكس، يعني بنضرب هاي الاكس بنضربها باثنين ناقص المعلومة هي اكس واحد. هاي اكسات البي، اكسات البي. وايات البي، الوايات يعني واي اثنين بتساوي اثنين واي، يعني اثنين ضرب المنتصف، هاي الواي بالمنتصف ناقص واي واحد. هذا القانون بفيدني بحساب احداثيات الطرف المجهول، يا هاد يا هاد، واحد منهم. هلا هاد معلوم وهاد معلوم، هاد مجهول، معناتها اكس اثنين بيساوي اثنين ضرب اكس ناقص اكس واحد، واي اثنين بيساوي اثنين ضرب واي ناقص واي واحد. طيب خلينا نحل هذا بهالطريقة هاي. إذا رح نكتب هلا عنا الأ هي ناقص واحد فاصل ناقص اثنين هاي، والإم المنتصف هي واحد فاصل ناقص ثلاثة. ننتبه، هاي طبعا الإكس واحد وهي الواي واحد وهي الاكس وهي الواي. مين بده؟ بده البي، البي اللي هي اكس اثنين فاصلي واي اثنين، هاي مجهولة. فحسب القانون اللي كتبته هلا هون، اكس اثنين تساوي اثنين اكس ناقص اكس واحد، وتساوي اثنين قديش الاكس؟ هي واحد، اثنين ضرب واحد ناقص اكس واحد هي ناقص واحد، ويساوي اثنين في واحد اثنين، ناقص بناقص صار زائد واحد ويساوي ثلاثة. اذا اكس اثنين تساوي ثلاثة، واي اثنين تساوي اثنين ضرب واي ناقص واي واحد، ويساوي اثنين ضرب الواي هي ناقص ثلاثة، ناقص واي واحد ناقص اثنين، يساوي اثنين بناقص ثلاثة ناقص ستة، ناقص بناقص صار زائد اثنين، ناقص ستة وزائد اثنين ناقص أربعة. إذا البي هي ثلاثة فاصلة ناقص أربعة. فيكم
المثال السادس، بين باستعمال قانون المنتصف أن النقط A و B و C و D هي رؤوس متوازي أضلاع. طيب كيف بدنا نستعمل هذا القانون؟ هلا أنا بعرف إنه متوازي الأضلاع فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين. في عندي خاصة إضافية هي متعلقة بالقطرين، القطرين A C و B D. المنتصف هاي هي منتصف القطر B D و A C، يعني قطراه متناصفان. يعني هاي الام اللي هون إذا حسبنا منتصف B D حسبنا منتصف A C تطلع نفسها موجودة. إذا حسبنا منتصف B D ومنتصف A C طلع نفسها، يعني دليل إنه القطرين متناصفين. طيب معناته حتى نثبت إنه A و B و C و D هي رؤوس متوازي أضلاع لازم نحسب منتصف القطعة المستقيمة BD منتصف القطعة المستقيمة AC ونشوف إذا متساويتين ولا لا. طيب لنشوف هلأ منتصف AC، إذا فرضنا M هي X فاصلة Y منتصف AC، فبصير عندي هلأ الإكسات. إكسات شو بتساوي؟ إكسات الـ M بتساوي إكسات الـ A زائد إكسات الـ C على 2، يعني X1 زائد X2 على 2. إكسات الـ A هي ناقص 2 زائد إكسات الـ C، هون عندي إكسات الـ C هاي 2 على 2 ويساوي ناقص 2 زائد 2 0 على 2 يساوي 0. الوايات بتساوي Y الـ A زائد Y الـ C على 2، وايات الـ A 2 وايات الـ C ناقص 1. إذا صار عندي هون وايات الـ A 3، صار 3 زائد ناقص 1 على 2 يساوي 3 ناقص 1 على 2 يساوي 3 ناقص 1 2 على 2 تساوي 1. معناتها إحداثيات الـ M طلعت معنا 0.1. طيب هلا رح نحسب منتصف BD منتصف BD. خلينا نفرض انه N X فاصلة Y هي منتصف BD، فالX تساوي إكسات الـ B زائد إكسات الـ D. إكسات الـ B ناقص 1، إكسات الـ D 1، صار ناقص 1 زائد 1 على 2 ويساوي 0 على 2 يساوي 0. الـ Y وايات الـ B، قديش وايات الـ B؟ 4 زائد وايات الـ D ناقص 2، صار 4 زائد ناقص 2 صار ناقص 2 على 2 تساوي 2 على 2 تساوي 1. إذن الـ N هي أيضا 0 1، يعني الـ N نفسها M لأنه هاي 0 1 وهاي 0 1. إذن هاي النقطة هي منتصف BD ومنتصف AC، إذن معناتها القطران متناصفان وبالتالي الرؤوس هي رؤوس متوازي أضلاع. المثال السابع، عندي A B C رؤوس مثلث حيث A B يساوي A C. طيب هذا المثلث متساوي الساقين A B C. A B يساوي A C، النقطة M منتصف BC، الM بالمنتصف، M منتصف BC يعني هاد بيساوي هاد. جد طول AM، بدنا نوجد هذا الطول الأزرق AM. طيب هلأ هون حسب دستور المسافة أو قانون المسافة بين نقطتين A و M، بس لازم نعرف الA ولازم نعرف الM. الA بنعرفها هي 3.1،
الام ما بنعرفها، لكن اعطيني معلومه الام هي منتصف بي سي، اذا معناته انا لازم احسب احداثيات منتصف بي سي. احداثيات منتصف بي سي اكساتها شو بتساوي؟ بجمع الاكسات على 2، يعني اكسات البي زائد اكسات السي على 2. البي 5 اكساتها والسي 5، اذا صار 5 زائد 5، 5 زائد 5 على 2، هاي الاكسات. الوايات 3 ناقص 1، 3 زائد ناقص 1 بصير 3 ناقص 1 على 2. اذا الام 5 زائد 5 10 على 2 5 فاصلة. الوايات 3 ناقص 1 2 على 2 1، اذا اكساتا 5 وواياتا 1. هلا بنشوف البعد بين A و M. A M يساوي تحت الجذر فرق الاكسات، اكسات الام ناقص اكسات الA على 2. طبعا هاي الام وعندي هاي الA، ننتبه الA هي A فاصل 3.1. اذا صار عندي هلا اكسات الام ناقص اكسات الA، اكسات الام 5 ناقص اكسات الA 3 والكل للتربيع، زائد وايات الام 1 ناقص وايات الA كمان 1 والكل للتربيع، ويساوي تحت الجذر 5 ناقص 3 2 للتربيع 4، زائد 1 ناقص 1 0 للتربيع 0، اذا يساوي جذر الأربعة ويساوي 2. اذا هذا هو البعد بين A و M وهو المطلوب. هيك بيكون انتهينا من الأمثلة. ان شاء الله الدرس القادم رح يتم حل التمارين. السلام عليكم ورحمة الله.